رقص سيدرا بيوتي في حفلة تخرج صديقتها، شاهدوا المزيد من التفاصيل. البداية بهذا الفيديو مع العرسان غت مروان وسارة الوراء اللي أعلنوا اليوم عن سفرهم إلى الأردن، والبعض بيتوقع إنه السبب هو عرس أبو الرب وصبا شمعة، لكن هذا الاحتمال يظل بعيد كتير لأنه عرس أبو الرب راح يكون بشهر 7. جبنا شيبس برينجلز بطعمة الحمص. أماني دوي طيب، شو ريحته مش حلوة؟ كتير غريبة. دويني طعمة الحمص، حمص وشو؟ هلا كله مأمن والله؟ نمر إلى سيدرا بيوتي اللي تفاعلت بمجموعة من الاستوريات من حفلة تخرج صديقتها، وتميز هذا الاحتفال برقص سيدرا. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. Cause I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I go by it. نمر إلى لما مروان اللي قامت بنشر مقطع جديد على التيك توك.